يقول ما حكم البنطال المشقق ويقول ماركة؟ البنطال البنطلون المشقق، سبحان الله، هذا أمر غريب، لكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة وفعل من كان قبلكم، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، يعني تمام 100%، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال ثمن. فتلاحظون هذه الموضات تأتي تغزونا غزو وتنتشر ويلبسها ويفعلها شبابنا وشاباتنا، والمنظر قبيح. يعني بالله عليكم، انت تشوف بنطلون مشقق نص، يعني المنظر قبيح، يصبح موضة كذا. لماذا؟ اتباع للغرب تماما، تقليد تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا ينبغي أن يفعل الإنسان هذه الأمور ويتجنبها.